أنا أرى العكس تماما أستاذ أحمد، أنا أرى بأنه كل هذا الضغط سيؤدي غصبا عنهم إلى الوقوف متفرجين. أي نعم ستخرج مظاهرات مليونية وستخرج شعارات وستخرج هتافات وستخرج إلى آخره، كما حصل بالضبط لدينا في عام 90-91، كلها ستخرج، لن تقصر أبدا في هذا المجال. لكن النزول حقيقة للقتال مع حماس، هذا ما أشك فيه بقوة. الإيرانيين ليسوا حمقى أبدا، كل شيء ممكن أن تصف به الإيرانيين إلا الحماقة. هم أذكى من أن يعرفوا أو من أن يدخلوا في معركة خاسرة بهذا الشكل ومقرر لها. لا تنسى التوقيت أصلا كان توقيت ليس إيراني، توقيت حماسي، فبالتالي لا أعتقد بأنه إيران ستجر نفسها إلى موقع، بغض النظر عن مشاركة إيران في هذا التوقيت، هو ليس توقيتها 100%. باعتقادي الكل أوضح بكل جلاء أن المعركة هذه لن تكون إسرائيلية من جانب واحد، فيما لو دخلت أطراف أخرى. إذا لم يكن هذا الإعلان كافيا فكيف يكون الإعلان؟ يعني واضح جدا، أمريكا أرسلت حامل الطائرات وخطاب للرئيس الأمريكي وراء واقفة كامالا هاريس، يعني لا ينقص إلا أيضا خطاب من هذا النوع من حلف شمال الأطلسي، وكل هذه الخطابات موجهة إلى إيران. إذا سمعت خطاب الرئيس الأمريكي وانتبهت إلى، قال أناشد كل طرف، كل جهة، كل دولة، كل إلى آخره، أن لا تمد يد المساعدة إلى حماس. يعني أكثر من هذا ماكو وضوح. إيران هل من النوع اللي تنطح رأسها بالحائط؟ هي ليست من هذا النوع، يجب علينا أن نعترف. لهذا أنا لا أرى مطلقا أي مجال حقيقي لمشاركة إيران في هذا الموضوع. ولهذا أنا أسأل نفسي، واليوم كنت أسأل نفسي الحقيقة ظهرا، وأنا من صاحب فكرة إشعال الأمور بهذا الشكل؟ مهما يكون هذه حماس ورقة مهمة كانت تملكها إيران في المنطقة، وهي تمثل نقطة مهمة، واستطاعت إيران أخيرا أن تنفذ إليها بنجاح. يعني تعرف حضرتك، حماس كورقة كانت مملوكة بيد أطراف بعيدة عن إيران، كان الجانب التركي والجانب القطري وكثير من الدول الراعية الأخرى في المنطقة تدعم حماس اقتصاديا إلى حد كبير، لكن طبعا أعرضت هذه الدول عن دعم حماس عسكريا. لهذا اتجهت حماس بعد طول تمنع وبعد طول رفض، وتعرف المشاكل الطائفية بين الطرفين والمشاكل الأيديولوجية بين الطرفين، إلى مرحلة تبنت فيها حماس بالكامل إيران، وأصبحت الورقة بأكملها مملوكة من إيران، وخرجت حماس في وتخلت حماس نهائيا عما يسمى بالانتفاضة السورية وعن مدري إيش وعن أجندات أخرى، كلها طلقتها حماس بالثلاثة لكي تحظى بالموافقة الإيرانية، وتحولت ونجحت إيران في هذا. كيف يمكن التضحية بمثل هذه الورقة بهذه الشكل؟ لا أعرف حقيقة حتى الآن. ملابسات هذا القرار، ملابسات قرار العملية، وكيف تم الإعداد إلى، ما الذي كان وراءه، ما الذي يهدفون وراءه، لكن واضح جدا أنه الغرب الآن وقف موقف واحد متحد بشكل كامل. تذكر حضرتك، أو يمكن مو تذكر حضرتك، تعرف حضرتك من التاريخ شقد حاولت أطراف كثيرة أن تتغلغل أو تحاول أن تجد إلها مجال في القرار الغربي في سنة 90 لما صدام غزا الكويت وفشلت. كان هناك وحدة كاملة، اتفاق كامل على إنهاء الوجود العسكري العراقي في الكويت وإنهاء خطر نظام صدام مرة وإلى الأبد على دول المنطقة. وهذا اللي حصل الآن، يبدو يعيد التاريخ دورته من هذه الجديد مع حماس هذه المرة، للأسف الشديد، للأسف بالنسبة للغزاويين حقيقة. يعني ما يؤلمني حتى الآن الأخبار عن 200,000 نازح في داخل غزة. هؤلاء الناس كل ما تصير حرب يرجعون يبنون ويعمرون، وترجع تتهدم فوق رؤوسهم مرة ثانية نتيجة لقرارات ونتيجة لمدري إيش ونتيجة، مع الأسف. فقضية جدا مؤسفة.